طقس طيف. المباراة كانت قوية بين الجارين كريم وعادت في الأخير لشباب قسنطينة. شباب قسنطينة اللي متعود في العشرات في العشر دقائق، لكن هذا هدف من أجمل أهداف في هذا الموسم أمضى. وهدف زرداب في الدقيقة 24. فعلا قلت أن شباب قسنطين اللي كان يعاني في العشر دقائق الأخيرة هذه المرة عاد بالنقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة من المباراة، تعديل النتيجة بضربة جزاء قال زكريني بأنها لم تكن شرعية بعد أن شاهدنا الصور المعادة نفذها جورمي الذي لم يسجل منذ فترة طويلة. حنيني دخل بديلا، منح ثلاث نقاط ثمينة مهمة من ناحية البسيكولوجية للشباب لتحضير المباراة الإفريقية.